من حديقة الأمراء إلى قلعة الملوك، طريق مليء بالمفترقات والمحطات والحواجز، من استطاله ضعف مشيه، ومن تردد ضاعت مفاتيح أحلامه وأماله. ولكن عندما يكون بطله غزالا، قفزة واحدة ويكتسي بياض كبير أندية القارة العجوز. بعد القرار المثير للنجم الفرنسي كيليان مبابي بالرفض قطعا تجديد عقده مع البي اس جي الذي ينتهي صيف 2022، خطوة إيجابية لإدارة بيريز وضعت ناصر الخليفي بين نارين. التخلي عن نجمه هذا الصيف مقابل الحصول على مبلغ مهم أو الانتظار حتى آخر يوم بعقده وينتقل حرا حيث شاء دون الاستفادة من عائدات الصفقة. وسائل إعلام اعتبرت قرار مبابي آلية ضغط غير مباشرة للسماح له بالرحيل، حيث عبر عن رغبته بالبقاء مع النادي الفرنسي حتى ينتهي عقده دون وجود أي نية في التجديد عاجلا أم آجلا. القرار يعتبر ضربة موجعة لطموحات إدارة سان جيرمان، رغم أن ملاك النادي الفرنسي وضعوا عروضا مغرية على طاولة المفاوضات وراتبا سنويا ضخما لإغرائه بالبقاء وقطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه وعلى رأسها ريال مدريد. القرار الجديد لكيليان أنعش آمال ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز في التعاقد مع النجم الفرنسي هذا الصيف بمقابل مالي، حال خضعت إدارة سان جيرمان للإكراه الذي فرضه القرار أو الانتظار حتى صيف الموسم القادم والاستفادة من خدماته مجانا. مرغم أخاك لا بطل، رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي الذي اعتاد على وضع الجمر على قلوب عدة أندية، حقائب من المال خطفت نجوما وبددت أحلاما، حسابات تم تصفيتها بملايين الدولارات، ولكن الأموال الطائلة حتى ولو استغرق عدها قرونا لا يمكنها الوقوف في طريق الطموح وتحقيق الأحلام. وحلم كيليان مبابي تمثيل ألوان النادي الملكي، صدام بين المال والطموح وفرصة لثأر بيريز من ناصر الخليفي الذي اعترض فكرة السوبر ليج ذات مرة. فترى هل ينتهي الأمر بالغزال كيليان مبابي إلى جانب الحكومة الذي رافقه في جميع تحركاته باليورو، أم أن إدارة البي اس جي ستتشبث بنجمها وفتاها المدلل حتى وإن تطلب الأمر تدخلا خارج دائرة المستديرة؟ حكيم الزاهر عن قناتكم كورة وبس. في ظل الحاجة الملحة لنجم سوبر في منظومة ريال مدريد، وأمام المطالب الجماهيرية الكبيرة للتعاقد مع نجم من العيار الثقيل، لا يخفى على أحد من متتبعي كرة القدم العالمية أن ربط اسم كيليان مبابي بالنادي الملكي ليس أبدا وليد اليوم، بل صفقة تلوح في الأفق منذ بزوغ نجم الفتى الذهبي للدياكة فرنسا. مع تقديمه أداء خرافيا في الآونة الأخيرة، اشتعلت أخبار وتقارير في مختلف المواقع والجرائد باعتبار هذا التألق رسالة مبطنة تزيد المساعي الحثيثة لبيريز رئيس ريال مدريد من أجل تعجيل ضم مبابي إلى قلعة البرنابيو. جريدة آس الإسبانية قالت أن مشجعي ريال مدريد وقعوا في حب كيليان مبابي. المصدر ذاته نشر تغريدة لأحد مشجعي الميرينغي الذي وصف التوقيع مع كيليان مبابي تتويجا باللقب الأوروبي السادس مع فلورنتينو بيريز الذي يمني النفس بتقديمه رسميا لجماهير ريال مدريد. المطالب بالتعاقد مع كيليان مبابي فاقت الخيال، رغم أن ريال مدريد يشكو من أزمة مالية، إلا أن بيريز الذي يسيل هذا اللاعب لعبه منذ وقت طويل مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بنقله من عاصمة الأنوار إلى أسوار القلعة البيضاء. ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عبر في أكثر من مناسبة عن تمسكه بنجمه الفرنسي وتخليه عنه سيكون معقدا إلى حد كبير، بين التجديد والرفض في عقده ألف حكاية وحكاية. فترى هل يفعلها الثعلب بيريز مجددا ويضم كيليان مبابي لقلعة سانتياغو برنابيو، أم أن لإدارة باريس سان جيرمان رأي آخر؟ هي الدموع التي تنهال من الحروف، هو القلم الذي أبى كلمات تكتب عن الفراق، فأن تفارق جسدا ذلك وارد، ولكن فراق روح كانت جزءا منك
فذلك أصعب ما في الوجود، فالفراق حديثه صمت ولسانه الدموع، فما أقصى من أن ينفطر القلب ويكسر الفؤاد، أن تبتعد عن المكان الذي عشت فيه، بكيت فيه، فرحت فيه، نزلت الدماء وأنت تحارب فيه، فلا كلمات ستصف الشعور ولا عبارات ستختزل الأحاسيس، ففراق مثل هكذا مكان لا يشابهه إلا فراق الحياة. راموس وقصة الانتماء للريال، كتاب لا يحتاج عنوانا وحب تعجز عن وصفه الكلمات. 16 سنة من الحضور فاز فيها بكل شيء لتصل ألقابه 22 لقبا في جميع المسابقات، حيث تخطت أهدافه 100 هدف رغم أنه مدافع. ليبقى في الأذهان هدف الحاشرة الذي لن يمحوه الزمان، فلا جفاء بيريز سينسينا ولا نكران الإدارة سيمحي حقبة لأهم لاعبي البيت الملكي، من عاصر جيل الجالاكتيكوس زيدان، رونالدو، روبرتو كارلوس والآخرون ليعيش أيام العز والانتصارات مع جيل الدون، مودريتش، كروس وبنزيما. كل هذا تذكير لمن أشاروا إليه بالأنامل ونسوا أو تنسوا ما قدمه الكابيتانو لريال مدريد. رجل العاشرة وقائد الكاسابلانكا، المدافع الشرس هو الكلمة السر في دفاعات الريال لسنوات وسنوات، يغادر اليوم، والسؤال العريض أهكذا يغادر النجوم؟ وأي قميص بعد الأبيض سيليق براموس؟ وإن ارتاد الجسد لونا فلن يكون القلب إلا مشعا بحب الملكي. أما بيريز فيضيف إلى لائحة النكران اسما بعدما أفجع المحبين في ليلة رحيل أوزيل وعدم الاحتفاظ بزيدان في المرتين، ناهيك عن الجرح الذي لم يندمل بعد رحيل الدون كريستيانو رونالدو. إذن هي الفواجع حين تأبى أن تأتي فرادى. رحل زيدان ليأتي الدور على راموس تماما كما حصل في رحيل زيدان الأول حين تبعه الدون منتقلا إلى اليوفي، وكأن الريال اكتفت من نجومها أو استعدت لشراء البديل.